وتراها عين الرحمن وصدور تشتاق إلى القرآن الرحمن وربك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في إطلالة جديدة من برنامج وإن عليه لطلاوة. نبدأ حلقتنا كما في كل حلقة بالتلاوة المنهجية، وتلاوتنا المنهجية في هذه الحلقة هي الصفحة 40 بعد 132 من الآية 38 إلى الآية 43 من سورة يوسف عليه السلام. أتلو التلاوة المنهجية، بعدها نفتح الهواء لكم لمن أراد منكم أن يسمعنا قراءته ولمن أراد أن يسأل في علم التجويد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات
وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. صدق الله العظيم. نسعد ونسر بتلقي اتصالاتكم على الأرقام الظاهرة الآن أسفل الشاشة. معنا رجاء. مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي بالقراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا. انتبه للغنى. بعض وبلغنا أجلنا. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. حسبك. بارك الله فيك يا رجاء. ما شاء الله قراءتك جيدة. ننتقل إلى ألاء. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي بالقراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا
إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال لي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قريفه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قريفه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. حسبك بارك الله فيك يا أختي. ما شاء الله قراءة متقنة وفقك الله. معنا أمة الله، مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي بالقراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. حقق الهمزة. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله. انتبهي للراء المرققة. أرباب متفرقون. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. انتبهي للمد الطبيعي. يا صاحبي السجن أما أحدكما أما نمد بمقدار حركتين أو أربعة لأن مد منفصل. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. حسبك بارك الله فيك يا أمة الله.
ما شاء الله قراءتك جيدة، انتبهي لشيئين. الشيء الأول كلمة أرباب، هذه الكلمة أصلها أرباب، يعني تبدأ بهمزة قطع مفتوحة، دخلت عليها همزة الاستفهام، وهمزة الاستفهام هي من الأدوات التي كانت تستخدمها العرب حينما تريد أن تستفهم من أحد، فدخلت همزة الاستفهام على همزة القطع المفتوحة أصبحوا زوز همزات، همزة مفتوحة وهمزة مفتوحة. قالون رحمه الله يدخل ألف بين الهمزتين، يعني أصبح عندنا همزة مفتوحة التي هي همزة الاستفهام وأدخل ألفا بعدها، الهمزة الثانية يسهلها بين بين، يعني نسهلها بين صوت الهمزة وبين صوت الحرف المجانس لحركتها، الحرف المجانس للفتحة هو الألف، يعني نسهل الهمزة الثانية بين الهمزة وبين الألف، يعني ندخل ألف بين الهمزتين ونسهل الهمزة الثانية بين بين، فيصير النطق أرباب، هكذا أرباب، هذا شيء. الشيء الثاني فيصلب، انتبهي لللام، اللام لا نتركها تتأثر بجارتها الصاد المستعلية المطبقة، لا نقول فيصلب، لا قالون لا يقرأ هكذا، فيصلب، اللام مستفلة، فنحافظ على ترقيقها لأن الترقيق هو مستحق استعلاء الحرف. معنا ريحانة، مرحبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. حسبك بارك الله فيك يا ريحانة. ريحانة انتبهي أولا لكلمة فأحيا، أحيا في آخرها مد طبيعي، إذا وقفنا على هذه الكلمة أو وصلناها بما بعدها، المد هو مد طبيعي لا يتغير، نمده بمقدار حركتين، فلما وقفت أنت على كلمة فأحيا لم تمدي المد بهذا المقدار، يعني زدتيه عن المقدار الطبيعي، قرأتها هكذا فأحيا، لا هذا خطأ، فقط هكذا نقرأها فأحيا، نمد بمقدار حركتين بس. ثم يصير الرو، طبعا الراء إذا وصلنا هذه الكلمة بما بعدها ستكون الراء مضمومة، ولما تكون الراء مضمومة يعني الراء مفخمة، لكن لما وقفت لأن ضاق نفسك فوقفت باش تاخدي نفس، وقفت على كلمة يصير، الراء سكنت بسبب الوقف، فلما تكون الراء ساكنة القاعدة ننظر إلى حركة الحرف الذي قبلها، الحرف الذي قبلها مكسور وهو الصاد هنا، يعني نرقق هذه الراء، نقول يصير، أنت وقفت ورققت، لكن لما وصلتها وصلتها أيضا مرققة، لا لما وصلتها ستتحول الراء إلى أصلها، ستكون مضمومة والراء المضمومة مفخمة، الراء لو تكون مفتوحة أو مضمومة مفخمة، لو تكون مكسورة مرققة،
لو تكون ساكنة نشوف حركة الحرف الذي قبلها، إن كان فتحة أو ضمة تفخم الراء، إن كان كسرة ترقق الراء، بشرط ألا يقع بعد الراء حرف من حروف الاستعلاء، وأن يكون الكسر الذي قبل الراء كسرا أصليا. لما نقول كسر أصلي يعني مش كسرة همزة وصل. معنا وئام؟ وئام ما زلتي معنا؟ والله عطلنا عليك وسكرتي. يبدو أن الاتصال قد انقطع. انتقلوا لي محمد. أهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا، حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله، الله يحييك، تفضلوا القراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن يا أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. حسبك بارك الله فيك يا محمد، ما شاء الله قراءتك جيدة، زادك الله توفيقا وفتحا. لعلكم تتابعون فقرة تلاوات عطرة التي تعرض على القناة. ألفت انتباهكم أنه سيكون هناك اختيار أجمل تلاوة من خلال التلاوات التي تعرض خلال الأسبوع. اختيار أجمل تلاوة سيكون من خلال التصويت على هذه التلاوات عبر صفحة القناة. ينتهي التصويت يوم الأربعاء القادم إن شاء الله، والفائز بجائزة قيمتها 500 دينار، دينارها مش دولار، سأعلن عنه إن شاء الله بعد أسبوع، يعني في حلقة الخميس. كل أسبوع تعرض مجموعة من التلاوات، يتم التصويت على أجمل تلاوة من خلال صفحة القناة. ينتهي التصويت يوم الأربعاء، يوم الخميس أنا أعلن عن الفائز بجائزة قيمتها 500 دينار. انتهى وقت الحلقة، ألقاكم إن شاء الله غدوة في زي هذا الوقت وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان.